يا اهلا وسهلا وحياكم الله. فواز وش فيها بريطانيا عشان اروح ادرس فيها لغه انجليزيه؟ يجيني واحد يقول فواز وش رايك في الفلبين، وش رايك في كوالالمبور، وش رايك في جنوب افريقيا؟ بريطانيا حسب تجربتي انا واللي قاعد اشوفه، كثير من الطلاب يجون ما شاء الله تبارك الله ويرجعون بلغه انجليزيه. الاغلب اتكلم انا عن نسبه كبيره يجوني ناس يقول انا والله ما استفدت، وفعلا في ناس ما استفاد لانه ما اتبع طرق التعلم الصحيحه، كذا هو شخصيته كذا. في ناس شخصياتها ضعيفه يعني ما يقدر يتاقلم. انك تتاقلم مع ظروف دائما، في اشياء يقولك خلاص انت الان قدام الامر الواقع لازم تتاقلم مع الظروف. ليش بريطانيا؟ طبعا انا اقولك، انا ما اقولك بريطانيا هي الافضل، لكن هي الاسهل انا اشوفها في الوقت والاجراءات. اذا عندك فتره طويله 6 شهور انا اقول لك لا تروح بريطانيا، والله ميسر عليك وتقدر يعني تضبط امورك في كندا مثلا، في امريكا لا، انا اقول لك راح امريكا وراح كندا، وانا طبعا اضبطك. هذا موضوع ازهله، وخاصه كندا، خاصه كندا، ونسبه الخليجيين فيها هناك قليله جدا جدا جدا. بريطانيا فيزتك اونلاين تاخذها، تذكرة الطيران ممكن تحصل لك تذكرة، إذا تقول أنا مرة أبي أقل شيء بتحصل لك على الطيران الاقتصادي، ما عندك إلا شنطة يد وشنطة الظهر، هذا بتحصلها، ممكن تحصلها بـ1000 بـ1500 ريال. فيها خيارات كثير في المعاهد صراحة، كثير كثير جدا، وفيها معاهد مرة توب وأسعارها شوي حارة، وفيها معاهد متوسطة وحلوة، كابلان، انترناشنال هاوس، في عندك معهد بيت في بورموث، في كذا معهد حلوة واسعارها حلوة. يعيبها مثل ما قلت لك فقط كثرة الخليجيين اللي في المعاهد، وهذا ترى مو عائق. انت خلاص قدام الامر الواقع، انت رحت المعهد درست، طلعت من المعهد تغير الموجة، وانت اصلا في المعهد ما يعني خلاص الناس كلها تدرس انجليزي وتتكلم انجليزي. المشكلة الوحيدة في المعاهد انك اذا صار عندك بريك وطلعت في اللي يسمونه ما ادري ايش يسمونه، هو غرفه الاستراحه، يحطون فيها احيانا فريره، يحطون فيها تنس، يحطون فيها جلسه كذا، هذه الفتره مره حلوه انك تشوف الناس اللي غير متحدثين بالانجليزيه وجايين يدرسون من المانيا، من استراليا، من اي مكان، مو استراليا، من المانيا، من اسبانيا مثلا، تقعد تسولف معهم، لان هذه الفتره تلقى الخليجيين قاعدين مع بعض، وهذه اكبر خطا قاعدين يرتكبونه في حق انفسهم. يعني انت حتى لو شفتها زحمه وكلها عالم تسولف خليجيين لا تدخل، حاول انك ما تدخل، لا تحتك، لا تسمع، لانك انت اذا جالس معهم تروح تصير تسمع انجليزي عربي، لا حتى لو قعدت معهم لا تتكلم قد ما تقدر، لان هذه انا رحت مره لحد المعاهد عندنا هنا للاسف شفت في هم جالسين الخليجيين اكبر نسبه، فهذا يصير الاحتكاك هنا. لكن تخيل انك انت في المكان هذا ومعك ايطاليين، معك اسبانيين، معك برازيليين، معك هنا، وقتها يصير التعارف والاحتكاك، وبعدها بعد المعهد يكون فيه، وهو ترى من اول ركزه دائما خليك اجتماعي في التعلم، خليك اجتماعي، حتى لو ترى هي شوف المشكله ترى في الواحد هو الاول، يعني لما ينطلق لسانك طقطق تكلم، الأعلام كلها جاي تتعلم مثلك، يصير فيه على قولتهم يصير فيه في كذا خلاص، تصير بعد المعهد تطلع تروح تجي، تصير تواصل مع أصدقائك اللي غير متحدثين بالعربية والإنجليزية في المعهد، وميزتها قلت لك ما تطلعون بالقطار مثلا، بتسافرون مانشستر، بتسافرون سكوتلاند، بتسافرون لندن، على حسب أنت وينك فيه. أنت إذا في بورموث مثلا زي كذا، فلازم انت تخلق البيئة هذه لك عشان تتعرف بسرعة، او سوري عشان تتكلم بسرعة اللغة الانجليزية. بترجع في عند العائلة في البيت، بتكي في البيت، يلا ما انصحنا. اوكي يمكن ترجع عشان تاكل وكذا، ممكن اذا رجعت تاكل حاول تطلع، لا تخلي جلستك انعزالية، الا اذا انت بتنعزل انك تمارس اللغة الانجليزية عن طريق الاونلاين،
تتعلم تقرأ تكتب تستمع تتحادث مع الآخرين عن طريق الأونلاين. في تطبيقات كثيرة تكلمت عليها عنها في تويتر وفي السناب, فهنا بعد توقع نزلت كامك حلقة. فهذه الأشياء الممارسة اللغة الإنجليزية, هذا أنا أقول لك بريطانيا هذا اللي ميزاتها أنك بس شف صدقني بريطانيا أنت بتستفيد منها باستفادة كبيرة جدا إذا أنت يعني ضغطت على نفسك في الموضوع هذا لمدة 6 شهور 3 شهور ضغط 6 شهور ضغط. بعضهم يقول فوز الأكسنت مثلا, أنا ما بيروح ليفربول عشان الأكسنت. يا شيخ اللي قال كذا المعلومة ذي, أنا في نيوكاسل هنا وش في الأكسنت؟ ما هذه معلومة خاطئة. المشكلة ما ينقل لك المعلومة إلا واحد ما عنده إنجليزي أصلا, ما عنده إنجليزي ولا درس إنجليزي ولا يعرف. هذه المشكلة, الناس اللي يأخذون معلومات من أشخاص ما عندهم خبرة, ولا تلقاه متعلم إنجليزي في السعودية ما طلع وجرب, هذا ممكن يعطيك معلومة خاطئة زي هذه. فعشان كذا هذه بريطانيا وسهولتها, تقول والله لا أنا والله أنا ودي أجرب تجربة جديدة, أنا أقول لك راح كندا وأنت مغمض بإذن الله, بإذن الله أن أمورك تصير طيبة هناك, وعندنا فريق هناك مرة كويس بيضبطك من الألف إلى الياء. أهم شيء أنك ما تتردد في تعلم اللغة الإنجليزية, ما تتردد, لأنك إذا بديت الآن بعد 6 شهور أنت بترجع إنسان مختلف, إنسان عندك وجه طلق, عرفت يعني أنت عندك سلاح. أول يقولون سلاح الشخص هو العلم, فعلا هو سلاح العلم. الآن مو سلاح واحد, أنت لازم يكون عندك سلاحين, العلم واللغة. صراحة يعني أنت تكون عندك مؤهل أكاديمي وعندك مهارة لغة إنجليزية, أنت كذا تقدر تدخل السوق, تبدأ تحط رجلك. بعضهم يجي يكلمني عن التخصصات الجامعية وهو ما عنده لغة إنجليزية, وهذه حصلت معي أنا, هذا أكبر خطأ. ولا تتكلم في التخصص قبل ما تأخذ اللغة الإنجليزية, يعني يجوني ناس يستفسرون عن التخصص, خذوا اللغة الإنجليزية بعدين تعال. كده تعب نفسي مع واحد يفكر سنتين قدام. فكر في اللي انت فيها الآن, فكر في اللغة الإنجليزية, خلص اللغة الإنجليزية, هذه مرحلة خلصتها ابدأ في المرحلة اللي بعدها وهكذا. لذلك هذه بريطانيا تقريبا مثل ما قلت لك, ما أبغى أكثر عليكم هالحلقة هذه, أتمنى الحلقة أو وصلت المعلومة. شوف أنت وش الخيارات اللي تحبها, قد ميزانيتك. والله يجوني ناس أنا يقول فواز أنا ميزانيتي 15 ميزانيتي 18 ميزانيتي 25 وهكذا, بعضهم يقول يعطيني ميزانيته, أنا أقول لك اطلع على قد ميزانيتك, سو قد ما تقدر. في ناس يجوني واحد يقول أنا مقدم استقالتي وبايع سيارتي بروح أدرس لغة, خلاص قفلت الدنيا فوجيهم. أهم شيء أنك ما تطلع وعليك ديون ومستحقات مالية, نصيحة لك. فما لا, هذه عروض اللغة الإنجليزية في بريطانيا, لو حبيت تطلع تدرس اللغة الإنجليزية أو حتى تأخذ فكرة عن الأسعار في مختلف المدن والمعاهد, كل اللي عليك تتواصل على الرقم اللي ظاهر عندك في البوست وراح يتم خدمتك في أسرع وقت بإذن الله. وحياكم الله.